في ظل الفوضى التي باتت تعم روسيا، خصوصا الأسواق بداخلها، لما فرضه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من عقوبات باتت تشبه الحصار البري والبحري لروسيا. انتشر مقطع فيديو مفبرك بواسطة تقنية الديب فيك، وفيه يظهر الرئيس الروسي زلينسكي وهو يأمر جنوده بالاستسلام أمام الزحف الروسي. فما هي حقيقة ذلك الفيديو؟ وما هو الموقف الحقيقي للقوات الروسية من قوة أو ضعف غزوها لأوكرانيا؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. منذ ساعات قليلة قامت تلك السيدة الروسية بتصوير فيديو أثار جدلا واسعا بين الشعب الروسي، حيث يظهر بالفيديو حالة من الفوضى تعم الأسواق والسوبر ماركت. المتسوقون باتوا يتعاركون فعليا من أجل الحصول على بضاعة سلع أساسية كالسكر والأرز وغيرها. الأرفف باتت فارغة، لا ملح ولا سكر ولا معكرونة ولا أي منتجات باتت متاحة. أما على الجانب الآخر، فقد نشر أحد المدونين الروس بعض المنتجات في أسواق روسية أخرى ارتفع سعرها بشكل جنوني، مثل الحليب الذي ارتفع سعره بنسبة 45% والمكرونة 30%. أما الأسماك على سبيل المثال، فقد تجاوزت الزيادة في أسعاره 60%. ومع كل هذا الهراء المتفشي داخل المجتمع الروسي والأزمات التي تتبادر إلى المواطنين واحدة تلو الأخرى، خرج الكريملين بأحدث سلاح له في هذا الغزو الفاشل، الديب فيك. تماما كما سمعت، فقد انتشر منذ ساعات قليلة فيديو للرئيس الأوكراني زيلينسكي يظهر فيه وهو حزين هائم يطلب من جنوده الاستسلام والتخلي عن مواقعهم. هل صدق الكريملين بالفعل أن تنطلي تلك الحيلة على الأوكرانيين؟ أم أنه فيديو حقيقي يعلن فيه الرئيس الأوكراني هزيمته؟ في الواقع لم تنطلي تلك الحيلة الساذجة على أحد، وقد خرج العديد من الخبراء في عالم الديب فيك والتزييف لإظهار حقيقة الفيديو، منهم سام جيريجوري الخبير في تقنية الديب فيك، والذي حلل الفيديو في عدة نقاط هامة. أولا، جسد الرجل في الفيديو لا يشبه جسد زيلينسكي، الرقبة كذلك مختلفة، حتى صوته لا يشبه صوت الرئيس الأوكراني، مع وجود بعض التعبيرات الغريبة نوعا ما على وجهه. وما هي إلا سويعات قليلة وخرج الرئيس الأوكراني على شعبه بفيديو حقيقي يؤكد لهم بأن الفيديو زائف، وأنه لم يفكر في الاستسلام يوما ما منذ أن اندلعت الحرب وتمسك ببقائه في كييف ومقاومة الغزو الروسي. وأضاف زيلينسكي: الوحيدون الذين يجب أن يتخلوا عن السلاح هم الجنود الروس، لتكون النتائج لذلك الفيديو المراوغ سلبية على الجيش الروسي وليس العكس، حيث لقى رواجا بين العديد من داعم الشعب الأوكراني من الشخصيات العامة مثل أرنولد شوارزينجر الذي تواصل مع معجبيه من الروس وناشدهم بأن لا يقعوا في شرك دعاية بوتين الرخيص، وذكرها بأن هناك 11 مليون روسي تربطهم صلة قرابة وطيدة بملايين العائلات الأوكرانية، وبهذا كل دعم منك للغزو الروسي يعادل رصاصة تطلقها على أخ أو أخت لك. والآن ما رأيك في هذا الفيديو المخادع؟ هل تظنه حيلة مخابراتية فعالة من قبل المخابرات الروسية؟ أم أنها علامة ضعف وتشتت لجيش فشل في إتمام مهمته بنجاح حتى الآن؟ شاركنا برأيك في التعليقات. أراك في الفيديو القادم. إلى اللقاء.